الرحيم. أعزائي المشاهدين، في افتتاح تغطيتنا لدور الأربعاء لمباريات السيمي فاينل في بطولة الاتحاد الرياضية هنا على ملعب الكابتن ماجد، البطولة التي تأتي تحت رعاية الكابتن محمد نور، يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الأستاذ حسن. أرحب بك عبر قناة خالد بازيدا. الله يحييك أخوي، ومرحبا بكم في تغطيتكم لبطولة رعاية الكابتن محمد نور، وتشرفت واجد معكم. اليوم لقاءات دور الأربعاء مباراة السيمي فاينل للفيلسوف في مواجهة التحدي في أولى مباريات لقاءات دور الأربعاء، كيف تقيم مستوى البطولة ومستوى الفريقين في هذه المباراة؟ والله لا شك بالنسبة للبطولة، بطولة يعني ناجحة بكل المقاييس. البطولات هذه الملاعب الصغيرة تكون فيها الإثارة، تكون فيها الحماس، الجدية، الندية بشكل كبير. وبالنسبة للفريقين الفيلسوف والتحدي، بصراحة فريقين كبيرين يملكوا، الفيلسوف يملك أسماء كبيرة على مستوى مكة، فريق التحدي نجوم واعدة، نجوم شابة، وكل الفريقين لهم سؤالات وجولات خاصة على البطولة على الملعب هذا. بطولة الاتحاد الأولى في نسختها، هل تتمنى أن تستمر؟ أكيد مثل استمرار هذه البطولات يعني مفيد في أشياء كثيرة، جدية، التنافس، الملعب الصغيرة قلت لك يعني قبل شوي أنه فيها الإثارة وفيها الجدية وفيها التنافس بشكل كبير، الحماس يطغى عليها بشكل أفضل. مباراة التحدي والفيلسوف، ما السيناريو الذي تتمناه للمباراة؟ والله أتمنى استمتع بمباراة جميلة زي مشاهد وأي متابع جاي استمتع أتفرج المباراة، إن شاء الله تكون حلوة. توقعاتك للمباراة؟ توقع صعب للأمانة، يعني في المباراة اللي زي كذا استغلال كثير من الفرص، يعني في أقل الفرص استثمارها في تسجيل أهداف ممكن يوصلك للدولار. شكرا لك.